اي مرحبا بكم، مسكر الميكرو لهي نحكي. مش نبداو كالعادة حصص مراجعة اللي نعملو فيهم توا، مش نعملو المراجعة الثانية اليوم للفرض التأليفي، مش نبداو بتمرين واحد، تمرين واحد قدامكم، نعطيكم شوية وقت تحاولوا تخدموه، بعد نبداو نخدمو فيه، نبداو نصلحوه. وهات نبدأ مع السؤال الأول، نحاول نبدأ بالترتيب. كان الجماعة من الأول عطاونا الوحدة تشوف السؤال بربي لحظة عن هيد أمين. أمين وينك؟ عندي قضية عليك. أيامي أمين، نبدأ بيك وأنت الأول في الليستة. سلامسي. سلام يا مرحبا، وينك يا باب؟ الغيبة. ألو، ألو، أهلا بيك، تسمع فيه مسيو؟ تو نسمع فيك. وين قلت لك الغيبة؟ مسيو وقتها ما نجمتش نحضر، مانيش ما عندي اشتراك. ما زال ما عندكش اشتراك، تو رجعت اشتركت ايوه، ولا كيف؟ ما هو توا هذوما السيونس غراتوي. فهمتك فهمت كامل. باه، أما طيب فقدتك وليدي. هاي هات حاتم، نبدأ. عايش باهي. لتكن سي دائرة مركزها اي وهو آ بي قطر لها، حيث آ بي تساوي 5 وسي نقطة منها، حيث آ سي 3 وهاش المسقط العمودي لسي على آ بي. أنجز رسما موافقا لها للمعطيات السابقة، بين أن المثلث آ بي سي قائم الزاوية. لنا دائرة سي و أ ب قطر لها و سي نقطة من الدائرة و سي نقطة من الدائرة سي، ومنه فإن أه؟ المثلث أ ب سي قائم الزاوية في سي. صحيح، ملا سي نقطة من الدائرة، سي نقطة من الدائرة سي، و آ بي شبيه قطر للدائرة سي. قطر لها. إذن
المثلث المثلث أ ب سي قائم في سي. أ ب سي قائم في سي. يعطيك الصحة يا أمين. تطبيقا للقاعدة اللي تقول لي إذا كان مثلث يرتسم داخل دائرة حيث أحد أضلاعه قطر للدائرة فإن المثلث قائم والضلع المذكور هو الوتر. هو الوتر. شكرا يا أمين. بين أن المثلث ABC قائم بين هن أمين باستعمال القاعدة اللي كنا نقوله فيه. بين أن BC تساوي 4. مش تحب نبين أن BC تساوي 4 مع عزيز. عزيز عبد اللي تحل فادي. عزيز عزيز عبد اللي سلام سي. مرحبا. سلام اهلا بك. يا باب نحب نطلع البعد بي سي نجموش بين نجم بين ان بي سي انا مثلث تساوي لنا اربعة مثلث ا بي سي قائم في المثلث ا بي سي القائم وين قائم القائم في سي قائم في سي. اي بستعمل برهان بيتاغور تحصل على حسب سي بي قوة 2 بيتاغور سي بي قوة 2 مع سي مسيش تهبط شوي خسوري خاطر ما عنديش سي بي قوة 2 تساوي سي لا سي بي لا قوة 2 تساوي لا شكون الوتر لهنا يا مع عزيز؟ أبي سي بي قوة سي بي قوة 2 مع أسي قوة 2 تساوي أبي قوة 2 سي سي ما قوة عنديش 2 سمك تساوي ا بي قوة 2. ما لا من هنا سي بي هي اللي ما نعرفهاش هي المجهولة. معناتها سي بي تساوي أبي قوة 2 إلا أسي قوة 2 باهي مشيت معك. هي ا بي قوة 2 الا سي ا قوة 2. الا بي قد قال لنا على الا بي هو خمسة قوة 2 قال 5. صحيح. الا بي هي 5. 5 قوة 2 والا سي قال 3 إلا 3 قوة 2 تساوي قد 25 إلى 25. 9 تساوي 16 تساوي 6 16. إذا وسي بي إذن سي بي يساوي جذر 16 يساوي وسي 4 بي هو بعد هو بعد إذا هو عدد موجب هو بعد إذا سي بي موجب ومنه سي بي تساوي جذر 16 تساوي 4. نفس اللي أنا فسرتها مع جماعة قبل. راني وقت اللي نقول سي بي قوة 2 تساوي 16 إذا سي بي تساوي جذر 16 أو ناقص جذر 16. صحيح ولا؟ اي صحيح معنا موجب لا تساوي لا جذر 16 صحيح. على ذاك نقوله موجب وما ناخذه كان الموجب. باه غدا غدا ميار وين مشيت؟ اختفت. سمر عبيدي سمر حابش يمشي إلى زاد. يوسف فادي
بربي مش قاعد نحاول نمشي فيهم بنظام ربي. يا مرحبا يا يوسف، لا بس عايز ترجع سلام. لفوق هاي ما لازم نعمله، باش نطلعوا السي لا هاش بسيط. نحب نطلع السي هاش. السي هاش كود 2 تساوي ايه عندنا لا كمل ناس لو عندنا الا هاش مع اسي، انت قلت اه هاش مع اسي لا اسي قلت اثنين، هو قائم في هاش المثلث كانك هيك. اما هات نشوفه، مش نمشي معك ونشوف هتكمل توصلنا ولا لا. معناها مش تحب تقول راهو سي هاش سي قوت اثنين مع ماشي. هاش ا قوت اثنين تساوي اسي قوت اثنين، هذا اللي قاعد تحكي فيه. معناها تطبيق من نظرية بيتاغور. به الاسي قوت اثنين هي ثلاثة قوت اثنين، الهاش ا نعرفها ولا؟ الهاش اي هاي قدام ماشي ترى مش ارجع الواحد يخدم ليه او كل شيء قدامك. ثلاثة مش ثلاثة واللي طلعناها، اللي طلعناها طلعنا البي سي، طلعناها اربع مثلث قائم وطلعنا لي بي سي اربع كاو. ليه مش معلش اهاش ما لا الهاش ا ما نعرفوهاش او الاهاش، والهاش سي ما نعرفوهاش، ما نرجع نجمو لها نطلعوا الهاش سي بطريقة هذه. لا لا ما لما دخلتوش نطلعها، ما لازمنا نلقاو طريقة أخرى كيف نطلعها به. عندك واحد طريقة أخرى ولا ناس ما حد آخر؟ نعمل مشي أحسن برك مشي تاك جذر ثلاثة به متاع الجذر ثلاثة على اثنين، هذيك تقول لي لازمك المثلث متاعك يكون متقايس الأضلاع يا يوسف. هي هذه القاعدة ذيك، ما تجي كان مع مثلث متقايس الأضلاع. إذا عندي A B C، صورته خايب المثلث متاعي مش متقايس الأضلاع. إذا A B C مثلث متقايس الأضلاع، طول ضلعه A، ثلاثة أضلاع هما A متقايس الأضلاع، إذا طول الارتفاع هو A في جذر ثلاثة على اثنين. هذه ما تمشي، كان مع مثلث متقايس الأضلاع. هل هذا المثلث متقايس الأضلاع يا يوسف باش نجم نطبق القاعدة ذي؟ لا كيف كيف. به مش هو انا رغم القاعدة عملناها رانا الجمعة اللي فاتت القاعدة مع بعضنا يا يوسف، هالاثنين اللي فات عملناه نعمل مش طبقنا. نعمل هاش قلت كفاية بابا، سنين به هات خلنا نواصلوا، خلنا نسمع، نمشي نسمع حد آخر. أو الميكرو متاعك مش خليه محلول. سمر ما حبش يتحللها. مين؟ عزيز أمنا، أمنا يوسفي. أمنا برا نمشي للي هزين صباحهم ملاو كاو، فما جماعة وكانها ما عينهاش باش تجاوب. باهي ونمشيهم حتى بزادة بنظام. مريم آدم مازال ما عنديش ميكرو قدامك. آدم عكرمي عكرمي صباح توا مشالك ولا عندك ميكرو؟ أما أنا صاي عطيت لمريم. هاي مريم، نجيبش نقولوا اللي عندنا اهاش ارتفاع ونستعمل العلاقات القياسية. مش استعملوا العلاقات القياسية. به ملا في المثلث A B C شبيه مثلث قائم في سي وهاش المسقط العمودي لسي على ابي، اذا اهاش ارتفاع. قائم في سي وهاش المسقط المسقط العمودي او هاش هو ولا سي هاش هو الارتفاع صدر من سي طول الوين دوين طوله فيها وهي قصير، وسي هاش هو الارتفاع أصادر من سي الصادر من سي. اذا سي هاش في أبي يساوي أسي في سي بي.
العلاقات السياسية، فإن أهاش لا عاد سي هاش يا مريو اي قلت فيها سي سي هاش في هاش ابل تساوي تساوي اسي في سي بي. سي أ في سي بي. ونعاود نذكر بها القاعدة نتاع العلاقات القياسية. في العلاقات القياسية تقول لنا في أي مثلث قائم، كان ناخذ أي مثلث أ دي ولا أو إف جي، هات ناخذ أو إف جي قائم في أو، ونهبط بالعمودي على اف اف جي، معناها او هاش هو الارتفاع الصادر من الزاوية القائمة للمثلث، فإن حسب العلاقات القياسية او هاش في جي اف تساوي او جي في او اف. هذه العلاقة القياسية الأولى، والثانية او هاش قوة 2 تساوي هاش جي في هاش اف. هذوما زوز قواعد متاع العلاقات القياسية. أصطلك اللي نساوهم ولسي يوسف اللي نساهم لنا، واللي معنا اليوم جدد هما ما يعرفوهمش باش يفهمونا فاش لهن نقوله. ملا دائما وابدا في المثلث قائم اذا عندي الارتفاع الصادر من رأس الزاوية القائمة، فان طول الارتفاع ذاك نجم نطلعوه باعتماد او هاش في جي اف، معناها الارتفاع في الوتر يساوي جذاء ضلعي الزاوية القائمة في بعضه، او الارتفاع قوة 2 هي هاش جي في هاش اف. المرة الاخرى كمان فسرناهم كيف طلعوا زادا توا كل حاشي باش هما كيفاه وكاهو. نجاوب مسيو وقتاش بدات الحصة سيلفو بلاي، بدات الأربعة ونص يا رؤاء. شنية تسمع يوسف توا تسمع مشكة أباي شنو يوسف به. شكرا يا مريم. مشي مش كاملة نحبوها نتعدى ما زلنا ما كملناهاش نحن، سمحت. سي هاش تو سي سي ا في سي بي على سي ا بي هاش سي ا في سي بي على على ا ا بي بي 3 في الأربعة على 5 تساوي 3 سي ا في 4 سي بي على 5، واللي هي 12 على 5. شكرا. به السؤال الموالي، بين أن بي هاش، أحسب سي هاش سي، بين أن بي هاش تساوي 16 على 5. بين أن بي هاش تساوي 16 على 5، يحب يحسب البعد بي هاش هذا، بين أنه هو 16 على 5. يحب يحسب البعد بي هاش. آدم ولي ظالي نلتجأ للي هزوا صوابع. آدم منصور، محمد آدم، برا آدم الآخر، آدم العكر. عسلامة مسيب عسلامة، ظهرك تركت فيها هكا منصور ما مشالوش الميكرو اليوم. بي مسيو احنا عندنا المثلث ا بي سي قائم في سي بي، وعندنا الهاش سي اللي هو الارتفاع نتاعو. بي مسيو اي يعني كي يبدا الارتفاع ذاك يعني شيكون معامد على ا بي،
عمود. بذلك من هنا نستنتج أن المثلث هاش بي سي قائم في هاش. أكيد. حتى لا غير المثلث. ما لا قلت لي في المثلث. هاتلك بها بطريف. بما أن هاش المسقط العمودي لسي على أبي فإن المثلث هاش بي سي قائم في هاش إذن حسب نظرية بيتاغور نجد هاي بي سي بي بي سي قائم وين هو في هاش ما لمش نبدأ بهاش هاش قوة اثنين مع هاش قوة اثنين تساوي قوة اثنين والمثلث اسمه هاش بي سي ما لا هاش بي وهذا هي هاش بي سي قوة اثنين تساوي بي سي قوة اثنين ماكش محتاج لرسم لحد شيء باه كملوا مال الهاش بي قوة اثنين هي اللي ما نعرفهاش لها اللي مشكا اي مشو مالا هاش بي قوة اثنين مش تولي تساوي بي سي قوة اثنين الا هاش بي قوة اثنين البي سي هي طلعناها اربعة الا الهاش سي الهاش سي اللي هي 12 على 5 وقوة 2 اي باهي مسيو هذيك الاربعه نجم نرجعها عدد على يعني نطوي 16 ما فهمتش ايه الاربعه نجم نرجعها نردها 16 الاربعه قوة 2 نعملها 16 اي نعملها 16 ومن بعديك نردها عدد على 25 معناها تحب هذه تردها بلغه اخرى 20 على 5 والكلها قوة 2 ومن بعد تردها على 5 الا 12 على 5 قوة 2 معناها تحب تكتبها 400 على 25 الا 144 على 25 باه اللي هي تساوي كنا نطرحوهم من بعضهم 300 و 255 على 25 وهاش بي عدد موجب لأنه بعد إذا الهاش بي مش تولي تساوي جذر 256 على 25 جذر 256 هي 16 وجذر 25 هي 5 والنتيجة هي 16 على 5 وهذا اللي طالبوه اوكي شكرا يا اد باه سؤال موالي نرجع للمعطيات لتكن نقطة ام من نصف المستقيم ا ب نقطة ام من نصف المستقيم ا ب معنى ا ب مش يطولوا منا حيث الـ AM تساوي 6 هي الـ AB كانت 5 من الـ M ها هي لهنا AM 6 المستقيم المار من M والعمودي على AB المار من M والعمودي على AB هي يقطع AC في نقطة E يقطع AC في نقطة E ويقطع BC في نقطة F ويقطع BC في نقطة F بين أن B تمثل مركز القائم للمثلث AEB. بين أن
ب تمثل المركز القائم للمثلث AEF. AEF بين أن ب هي المركز القائم للمثلث AEF. هذوما اللي هزوا صباحهم صاي خدموها. اللهم صل على النبي. بين أن ب هي المركز القائم للمثلث AEF. مش معناتها مركز قائم. مركز قائم هو نقطة تقاطع الارتفاعات، ونقطة تقاطع ارتفاعات المثلث. عايشك مسافر. عايشك نور. ماكش تسمع توليت تسمع فينا نور برامو؟ لا عندي. وين نور؟ نور نور كنت عويني. نور نورمال مو ميكروك يمشي وتو تسمع. ومش نحلك ميكرو نور، ترى تكلم نور. نسمع فيك مسافر. سابا هاي مريك. عندك إجابة على هذا؟ نسيت وما دخلت، ما زلت مانيش مقدم. ما زلت مانيش حاضر. باه أوكي. مريم معتوق. مريم وين شا؟ تفضل. لنا في المثلث AEF أم الارتفاع الصادر من A على AEF؟ لأن لأن ME يعامد AB و F تنتمي ل ME، ولنا إذن AF يعامد AB. باه هذا حديث مزيان للتو. ولنا FC الارتفاع الصادر من F على AE، لأن F تنتمي ل BC و BC يعامد AE لأن ABC مثلث قائم في C. يعطيك الصح. لدينا AM يز يرى نقطة تقاطع ارتفاعين، هو المركز القائم. يتقاطعان في B، إذن B المركز القائم في مثلث AEF. يعطيك الصحة. وأنا متأكد لي فم مجموعة من اللي معنا ما مازالوا ما فهموناش مليح. نحاولوا نعاودوا نفسروا لهم في اللي كنا نقولوا فيه ونكتبوه يا مريم. باه اش قالت لنا مريم لهنا من الاول؟ مش تحب تبين اللي AM عمودي على AF، اللي مش تبين اللي AM عمودي على AF. اي قلت لي لدينا ME يعامد AB. هو قال من اللحظة الأولى عين نقطة M على المستقيم AB وابني العمودي عليه. ما قالت راهو EF هذايا عمودي على AB ولا على AM. ما هنا وكأن هذه معطى نهربوا بها نكتبه في المثلث. نكتبه لنا في المثلث AEF. هذه في المثلث حقني خليتها في الاخر. قلت لنا AM عمودي على EF. EF عمودي على EF بريسك معطى هذه، لخاطر هو قال لنا راهو المستقيم العمودي على AB والمار من M معناه عمودي على AM يقطع هنا في E وهنا في F. إذا المستقيم EF عمودي على المستقيم AM. ملا منا حبيت تقول راهو في المثلث مش يكون AM هو الارتفاع الصادر من A على EF. ملا في المثلث AEF AM هو الارتفاع الصادر من A على EF.
هذا مريكل ب مالا من هنا هذه لولا طلعت لنا اللي هذا هو ارتفاع حب تطلع اللي اف سي هو ارتفاع صادر من اف حب تطلع اللي اف سي هو الارتفاع صادر من اف تفضل يا مريم لنا اف تنتمي لي بي سي هو بي سي تعامد ا لأن A B C مثلث قائم في C. قلنا A B C مثلث قائم في C. إذن B C عمودي على A C ومنه B C عمودي على A E. وبما أن F تنتمي لـ B C إذن F C عمودي على A E. ملا المثلث. A, B, C قائم في C إذن A, B, C, A عمودي على C, B, C, B لن تحبوا فرد مرة شكوني هي الـ F تنتمي E تنتمي لـ C, A و B وF تنتمي لي بي سي وF تنتمي لي بي سي إذن راهو الإف سي عمودي على أ ملا في المثلث كيف ملا من هنا وبالتالي هذا اف سي هو الارتفاع الصادر من اف على اف الصادر من اف في المثلث او اف سي ا او اف ا او اف ب ملا البي هي شنية بي هي نقطة نقطة تقاطع ارتفاع عين مالا لهنا نعاود اللي طلعناه الأولى والثانية طلعنا لهذايا هو ارتفاع صادر من F لهذايا هو الارتفاع صادر من A إذن النقطة B هي نقطة تقاطع ارتفاع عين في المثلث تقاطع ارتفاع عيني في المثلث E A E F أو E F A إذن ال B هي المركز القائم للمثلث A E F وعيد المركز القائم هو نقطة تقاطع الارتفاعات في المثلث ب المستقيم EB يقطع المستقيم AF في K المستقيم EB يقطع المستقيم AF في K هذه مش تكون زاوية قائمة وتو نورمال مو مش يطلب مني باش نبين في أثبت أن K تنتمي للدائرة C أثبت أنك تنتمي للدائرة C بيّن أن BF على BC تساوي ثم استنتج البعد BF بيّن أن K تنتمي للدائرة C أبي اللهم صل على النبي هذا الكل تو هزوا صباحهم ولا بيتين أنا مش نابط الصباح على الكل اللي كمل يهز صباح اللهم صل على النبي مسيو وي مسيو عندي سؤال فيما يخص المركز القائم اي تفضل مسيو المركز القائم عنده معناتها خاصيات كما مركز الثقل معناتها يعطي البعد قد ايه ولا
كيفاه؟ ها هو نقطة تقاطع الارتفاعات وكهو. باه عايش كتير. ربي فضلك. نور نور حوامي ولا نور هاي تراح لنا الميكرو. مشو لنا باش نبينو سليمة بس باش نبينو اللي كان تنتمي للدائرة سي لنا ABK مثلث يقبل الارتسام داخل السي دائرة سي ABK مثلث يقبل ارتسام داخل الدائرة سي حيث أحد أضلاعه هو قطر لها أي ولنا ك عمودي على AB إذن هو مثلث قائم الزاوية وبالتالي ك تنتمي للدائرة سي به لهنا يا نور الفكرة موجودة صحيحة أما خلبصتنا بين زوز قواعد به نوضحها فكرة نور نرجلوها شوي لولا نحب نطلعوا للمثلث ABK قائم في ك لولا تحب تطلعنا نور للمثلث ABK قائم في ك باستعمال قاعدة من القواعد ثم الثانية تحب إذا المثلث ABK قائم في ك تحب تثبت اللي ك تنتمي للدائرة سي انت رميتهم الزوز مع بعضهم لهنا للي كلاو بعضهم نور تكمل توضحنا انت الفكرة بطريف بطريف ولا نشو التوضيح مع حد آخر نمشو نجم نجم تفضل كيف مش نطلع للمثلث ABK قائم في ك بالارتفاع الصادر من أ بالارتفاع الصادر من أ ب بما أن ب هي مركز المركز القائم إذن هي نقطة تقاطع كل الارتفاعات هكا ولا ومنه المستقيم أ ب هو الحامل للارتفاع الصادر من أ وبالتالي هو الحامل للارتفاع الصادر من أ هاي نكتبوها ذي يا بابا ب ب تعرف ايش نعملو او نخليه سؤال الثالث كله لهنا باش تكفينا شويه سؤال الثالث ب قلنا في المثلث المثلث A E F ب هو المركز القائم ب هو المركز القائم القائم اذا اذا ب ب او ب او المستقيم ب او هو المستقيم هو الحامل للارتفاع على نقولوا المستقيم الحامل ما نقولوش هو الارتفاع خاطر مش الارتفاع هو قطعة مستقيمة بين نجمش يخرج من صحيح صحيح هو الارتفاع هو قطعة مستقيم مش مستقيم كامل على ذاك نجي نقولوا المستقيم الحامل للارتفاع ب الصادر من أ ولنا ومنه أي ومنه شكون الارتفاع مال ك أ أ ك ومنه أوكا هو الارتفاع الصادر من أو وبالتالي المثلث أ أو إف وبالتالي أوكا عمودي على أ ب أوكا عمودي على على أ إف ولا على أبي. على AF نحن ب لنا ب تنتمي للمستقيم ك ب توا ب تنتمي للمستقيم ك إذن
هاي إذن بك عمودي على أب. إذن بك عمودي على أب. في المثلث أبك. أبك بربي باش نعاود للي ما فهمنيش ونحطوه معنا في السطر. لولا طلعنا اللي قلنا راهو بما أن ب هو مركز القائم للمثلث، المركز القائم اللي هو نقطة تقاطع الارتفاعات، طلعناه هو نقطة تقاطع الارتفاع الأول والارتفاع الثاني. إذا راهو الارتفاع الثالث أكيد مش يتعدى منه، ما لا راهو الـ OB هذا يقطع AF يكون عمودي على AF، معناها الـ K هذا مش تمثل زاوية قائمة. ما لا طلعنا لي OK هو مثلث قائم يعمل زاوية قائمة، عليها طلعنا الزاوية القائمة ما حاجتيش بالأوكا الكل، حاجتي بالطرف هذية بالبيكا، حاجتنا بالطريف من البي للكا، شوالات بيكا عمودي على أك أكا. مالا شوفونا المثلث هذية الصغير أ بيكا هو مثلث قا، والسؤال متاعه ما قاليش بين اللي هو مثلث قائم ولا بين درا شنو، قال لي اثبت ان كا تنتمي للدائره سي، اثبت ان كا تجي في الدائره سي. باش تكون في الدائره سي اش قالت لنا نور؟ قالت طلعناه مثلث قائم، مش يقولوا الدائره كا المثلث ا بي كا قائم في كا، اي وعندي ا بي هو قطر لشنو؟ للدائرة للدائرة سي. إذا كا مش تكون وين؟ مش تقول كا مش تكون على الدائرة، على الدائرة سي، وهذا اللي حبت تقوله. توا قالت لنا في المثلث أ بي كا، أي بيكا عمودي على أ بي، المثلث أ بي كا قائم في كا، أي وأحد أضلاع أ بي هو قطر الدائرة سي، و AB قطر الدائرة سي. إذا كا تنتمي كا للدائرة سي. شكرا. بصف ما واحد كتبنا بكا عمودي على AB هي بكا عمودي على AK، بكا عمودي بكا عمودي على أك مش أبي. يعطيك صحة يا نور. به مازالنا سؤال توا، بين أن بي اف على بي سي تساوي 5/16، ثم أحسب بي اف، بي اف على بي سي بين أن بي اف على بي سي كالعادة ندور نلقى قدام صباع مهزوزة مش نهبطهم الكل واللي جاوب يهزلنا صبعه. راه محمد رياض، محمد رياض عسلام مسيو. عسلامة يا باب. مسيو عنا بي ام اف و أ سي بي مثلثين، بي ام اف والا سي بي مثلثين، بي اي وهاش سي عمودي على ام اف، هاش سي عمودي على شكون؟ على ام بي ولا على ام اف؟ ام اف هاش سي عمودي على ا بي. مشي عمودي على A B اي اي و M F عمودي على A B. يعطيك صح. لحظة بربي معك يا محمد يخدمنا في هنا، معناها في المثلث هذا، في البارتي هذي
كانوا ناوي على الفرش، ناويين على الفراش. أيوة سي. باه اش قال؟ قال لنا راهو نعرف، قال لنا راهو سي هاش عمودي على أبي وام اف عمودي على أبي. ما لا حب يقول في الاخر من هنا راهو سي هاش وام اف شبيهم متوازيين سي، متوازيه. اي وهذوما ثلاثه نقاط على استقامه واحده، وهذوما ثلاثه نقاط على استقامه واحده. مالاش مشكوم شكون مش الطبق؟ يعني بي ام على ا بي يساوي بي اف على بي سي. معناها تطبيق لمباراه شنو هذا؟ لمباراه طالس مسيو طالس. باه مالا هذا اخر سؤال ب ولا نكتبه في زنقه قعدت. قلت لي ام اف، ام اف عمودي على ابي. اي ام اف عمودي على ابي. اي وشكوني الاخرى؟ سي هاش، سي هاش عمودي على ابي زد. مهم هذا مخرجوا لنا سي هاش عمودي على ابي، يعني اف ام وسي هاش متوازيين. اذا ام اف وسي هاش متوازيين، سي هاش. ما لا توا اخذت لنا قلت لنا في المثلث واحد فيهم اللي تحب، يا الفوقاني يا اللوطاني، بي سي هاش لدينا ام اف يوزي سي ام. خليها هات نمشيو للانتماء ساعة وبعد نحكيو على التوازي. هاي التوازي متاعك ام اف موازي لي سي هاش. هاي بصير ناس ترجع لفوق. ام تنتمي ل بي هاش او ل هاش بي. ام هاي تنتمي ل بي هاش. هاي الاف تنتمي سي بي، البي سي او سي بي. اذا حسب مباراة طالس فان بي ام على بي هاش. لا لا بي ام مش بي ام على بي هاش يساوي يساوي بي اف على بي سي. بي اف على بي سي يساوي ام اف على هاش ام اف على هاش سي. ام اف على هاش، على هاش سي. ومش نبدلوا الابعاد اللي نعرفوه، مش نبدلوا كل حاجه نعرف نعرفها. باه بي اف، بي اف ما نعرفهاش، البي سي نعرفها اربعه، البي ام مسيو البي ام النجم نطلعو كي نعملو الا ام الا الا بي تطلع واحد مسيو. بي ام كيفاه؟ اي تطلع واحد بيان سور، هذه الكل ستة وهذه خمس. البي ام هي واحد على البي هاش خمسة على ستة، 16 على خمسة، 16 على خمس. مال هذه البي سي ما حاجتيش باش نكتبها أربعة، حاجتي باش خلاها بي سي، وهذاك ما حاجتيش بيه. مال من هنا بي اف على بي سي كم تساوي؟ خمسة على 16. نعمل مقلوب الكسر، ذاك هو خمسة على 16. وهكا جاوبنا على السؤال ان على ذاك وقفت خاطر حاجته بي اف على بي سي هي 5 على 16. ثم باش نحسبوا بي اف مش نجي نعوض البي سي بالقيمه نتاعها، مش تولي لنا بي اف على 4
تساوي 5 على 16. 16 إذن بي اف. البي اف، البي اف هي 20 4 على 16 في 5 على 16 اللي هي 5 على 4. 20 على 16 هي 5 على 4. به شكرا، يعطيكم الصحة ونمروا لتمرين 2 برا بسرعة، ولخاطر عنا زوز تمارين جبر بعده. التمرين الأول كلنا بزيد وقت. وي فراس، تفضل فراس، فراس عمري. مرحبا. فراس. ما مشالكش ميكرو. اللي يكمل يرفعنا صبعه باش نبداو معاه. قلنا نمشي نطلع عليك. مثلا تحب نشارك رؤى؟ حاضر يا لالا، نجم تحلي الميكرو. رؤى هو الميكرو محلول، وتو نبدا بيك تشارك. الو محلول الميكرو يا رؤى، مرحبا. عسلامة مستر. عسلامة يا دل. مريم العكري عندي سؤال. لا مقبلي ما ظهر لي. مربي اللي عنده سؤال ولا ما فهمش حاجة في الاكزرسيس اللي فات يهز لي صبعه، انه الميكرو محلولة. ونرجع لك يا رؤى، مانيش ناسيك. اللي عنده سؤال ولا عنده حاجة يهز لي صبعه. به نور وفراس هزولنا صباحهم وكانهم عندهم أسئلة. نور فراس حليت لك باش يجاوب. لا أعطيت عاد الرؤى، خليت لها الوحدة باش تجاوب. توكي مشى الميكرو بلاتي ما حبش. باهي هاتهم بعد نعطيك. خليت لها الميكرو وخليتها باش مش تجاوب، مش يجي يقولها لا لا توم شو بطلوا. خلي لك مش مشكلة. نبدأ بيك ومن بعد هانو ميكرو متاعو مانيش مش سكرهولك يا فراس، وتو نعطيك تشارك يا بابا بعدها بالضبط. نعطيك ليك انت. به قال نعتبر الرسم التالي، حيث A B C مثلث قائم في A و A و B C E F B C E F مستطيل. به حيث البي A هي 4 سنتيمتر، والآ سي قدها 4 سنتيمتر، والسي او هذه قدها 4 سنتيمتر، معناها أطرة بلغة أخرى راهي البي اف 4 سنتيمتر. إذا السي او 4 هو مستطيل راهي هذه 4. ولتكن اي نقطة من سي او، حيث بي اي 6، البي اي هذه 6. يحب يحسب بي سي، بين أن بي سي 4 جذر 2. بين أن بي سي 4 جذر 2. نزيد نسهل، اللي هو قال أ بي سي مثلث قائم، وقال هذا مستطيل، معنى هذو ما الكل زوايا هكا قائمين. اتفضل يا رؤى. اي مالاش نعملو، وين تقرا رؤى؟ قائم لنا مثلث A B C مثلث قائم في A، نحسبو بيتاغور نقاول الوتر، نعملو B C في المثلث. في المثلث A B C قائم في A لدينا حسب نظرية بيتاغور
هاي AB قوة 2 مع مع AC قوة 2 يساوي BC قوة 2 تساوي BC قوة 2. ما لا، BC قوة 2 هي 4 قوة 2 مع 4 قوة 2، هكا ولا؟ مال البي سي هي 4 جذر 2 او بي هي 16 في 2 32، والبي سي عدد موجب، اذا بي سي يساوي جذر 32. جذر 32 اللي هو 4 جذر 2. شكرا يا رؤى. واحسب سي اي. هاي تفضل يا، شكون هو فراس؟ نحسب سي اي. لدينا المثلث بي سي اي قائم الزاوية في سي. في المثلث بي سي اي قائم في سي لدينا، حسب نظرية بيتاغور. نظرية بيتاغور سي اي قوت 2 مع بي اي قوت 2 تساوي بي سي قوت 2. سي اي قوت 2 مع سي بي قوت 2 تساوي بي اي قوت 2. هاي ملا سي اي هي اللي ما نعرفوهاش، هاي تساوي بي سي بي اي قوت 2 إلا بي سي قوة 2 إلا بي سي قوة 2 وتساوي 36 إلا 32. 36 اللي هي 6 قوة 2 إلا 32 اللي هي بي سي قوة 2 تساوي 4. و سي إي هو عدد موجب، إذن سي إي تساوي 2. نكمل نستنتج اي او. لا لا، خلنا نسمعوا باكثر واحد اليوم، خاصة فما حضانا بزايد. ريان فيتوري حاجبي، ما فهمتش الميكروفون، فما الجملة كي تسمع فيها انا ريان حاجبي، بربي كنت تسمع فيها هالصبعك، ولا ابعث ميساج، ولا اعمل اي حاجة. فيتوري مرحبا. إيه تساوي 4 على 2. شنو هو السؤال الموالي؟ واستنتج اي او. لا لا عاد، لا لا، ما هو السؤال اللي كنت، ده السؤال اللي بعده، ده ما هو السؤال حتى اذا هذه طلعناها 2 وكلها 4، اذا اي او. اي او هي سي او الا اي او الا سي اي تساوي 4 على 2 تساوي 2. ب هاي النقطة ك منتصف او اف، نقطة ك منتصف او اف، هذه النقطة ك منتصف او اف. ب ثم احسب اي ك، يحب يحسب البعد اي ك. نخلي لك وقت، نخلي لك ب صوتك بعيد شوي. بوك سي بوك سي بركة. في المثلث اي كا او وقائم في او، اي لدينا حسب نظرية بيتاغور كا او يساوي شو اسمه 4 على 2 على 2، يعني 2 جذر 2. باي اي مع اي او اللي هو 2، اي او قوة 2 2 قوة 2 في المثلث كا او اي كا او لدينا حسب نظرية بيتاغور. لحظة نكتب قائم في او لدينا حسب نظرية بيتاغور ك او قوة 2 مع اي او قوة 2 يساوي ك اي قوة 2.
E كا قوة 2 مع E إي قوة 2 تساوي كا إي قوة 2. باه هذا هي تعطينا 2 كأو قوة هو 2 2 قوة 2. مع هاي مسيو كأو مش 2 جذر 2 قوة 2. شكو حسبت حطيت الإي أن باه هذا هي 2 قوة 2 هاي وهذا هي 2 جذر 2 قوة 2 اللي هي 4 جذر 2 على 2. ما بما انه مستطيل ضلعان متقابلين متقايسين مال هذا هو 4 جذر 2 وهذا نصفه هو 2 4 جذر 2 على 2 اللي هو قلنا عليه طول هو 2 جذر 2 ك اي قوة 2 8 مع 4 2 جذر 2 هي 8 مع 4 تساوي ك اي قوة 2. إذا والكا إي مجمع إذا الكا إي هي جذر 12 اللي هي 2 جذر 3. مال الكا إي هذه 2 جذر 3 يعطيك الصح. به بل نتعدى للسؤال اللي بعده. استنتج سي إف. شكون ينجم يستنتج لي البعد سي إف؟ هذا ما هوش موجود غادي. استنتج البعد سي اف. مصطفى استنتج البعد سي اف. شقيقة مسيو هاي لدينا اي منتصف سي او وكا منتصف اف او. لدينا اي منتصف سي او والكا منتصف اف او. اذا والكا تنتمي ل اف والاي تنتمي سي او. اذا كا اي باش منتصف باش منتصف يا مصطفى. شكون هي منتصف سي او من بعد تقولي تنتمي تبقى هي منتصف اكيد تنتمي للقطع هيدي من غير تنتمي. نعم صح صح اي إذا كا إي موازي ل إف سي وكا إي يساوي 1 على 2 إف سي. من هو إف سي يساوي مالا في المثلث أو سي إف لدينا إي منتصف سي أو والكا منتصف أو إف. إذا إي كا يوازي سي إف وبهذاك النجم طلع سي إف هي تساوي 4 جذر 3. شكرا يا مصطفى. باه نمر لبقية الأسئلة. يحب يطلع البي كا تحبوا نطلعوا البيكا. البيكا فما جماعة ما مريتهمش لينا. هيا لينا بالغيث وزينب العابد وينكم يا منا وينك؟ شكون جاوبها؟ لينا بالغيث. استنى شكون فما شكون قبيله قلت له مش جاوب. نعم الميكرو نتاعي كان محلول وانت سكرته لي. هاني عاود حليته مال صافا يا لينا. صافا الحمد لله. عايشك مسيو. في المثلث بي اف كا قائم في اف لدينا حسب نظرية بيتاغور اف كا قوة 2 مع اف بي قوة 2 تساوي بي كا قوة 2. قالت في المثلث هذايا اف كا قوة 2 مع اف بي قوة 2 تساوي بي كا قوة 2. باه مالا في المثلث. عاود مل عليا اسم المثلث بي اف كا. بي اف كا قائم قائم في اف لدينا حسب نظرية بيتاغور اي اف كا اف كا مع اثنين مع اف بي قوة 2 تساوي بي كا قوة 2. قوة 2 هاي مالا من هنا
الاف كا قوة 2 هي قداه؟ هي ضالي، لازمنا نرجعو. هي 2 جذر 2، و اف بي قوة 2. نسمع فيك انت يا راوية لينا، مش انا. 4 قوة 2. هي 4 قوة 2. كمل لينا. بكا قوة 2 تساوي 8 مع 16 تساوي 24، وبكا بعد أي هو موجب، إذن بكا يساوي جذر 24. اللي هي 2 جذر 6. 2 جذر 6. يعطيك الصحة. مالها هذايا البيكا 2 جذر 6. باه، هل أن المثلث بيكا إي قائم الزاوية؟ على جوابك بيكا إي، هل أن المثلث بيكا إي قائم الزاوية؟ ما يسمى، ما سمعتكش اليوم. شكون اللي يتكلم من هنا؟ شكون اللي قال لي جاوب؟ رؤى. باهي رؤى، جاوبت انت بربي، واليوم اللهم صلي على النبي عندي نمبر كبير، ماذا بيا على الاقل كل واحد يشارك مع مرير. باهي، ما اسم؟ عسلامة مشاف. عسلامة يا بابا. طيب شو نعملوا بعكس نظرية الدور؟ مش نعملوا عكس نظرية بيتاغور. في المثلث بي كا اي، قبل المثلث بي كا اي، اش عندنا الكا اي قداه؟ 2 جذر 3 قوة 2 تساوي 12. كا اي قداه؟ هي 2 جذر 3. كا اي قوة 2 هي 12. البيكا قوة 2 تساوي 2 جذر 6 قوة 2 تساوي 24. بيكا قوة 2 هي 24. البي اي قوة 2 تساوي 6 قوة 2. 6 من البي اي قوة 2. 6 قوة 2 36. من هنا فماشي زوز نجمعهم يجيو ثالث. ديما لحظة ما يسمعيشك لهنا، ديما كتبنا الأبعاد الثلاثة، الأبعاد الثلاثة متاع المثلث، نعرف الضلع الأول والضلع الثاني والضلع الثالث، هاهم 6 و2 جذر 3 و2 جذر 6، البي كا والكا إي والبي إي، شدينا كتبناه، الكا إي تساوي البي كا تساوي البي إي تساوي، قدام كل واحدة هزيناها قوة 2، كا إي قوة 2 تساوي بكا قوة 2 تساوي كا اي قوة 2 تساوي، من بعد مش نغزر، فماشي زوز كي نجمعهم يعطيوني ثالث، معناها كان نجمع هذه وهذه يعطيونيش هذي، أو هذه وهذه يعطيوش هذه، أو الأولى والثالثة يعطيوش الثاني، فماشي زوز كي نجمعهم يعطيو الثالثة. 12 مع 24 كا اي قوة 2 مع بكا قوة 2. في المثلث بي كا اي لدينا، قلت لي لولا كا اي قوة 2 مع بي كا قوة تساوي 12 مع 24 اللي هي تساوي 36 بي اي قوة 2 اللي هي تساوي بي اي قوة 2. ما لها وصلنا هنا، اذا حسب عكس نظرية بيتاغور مثلث بي اي كا قائم زاوية في كا، حسب عكس نظرية بيتاغور المثلث ABC اسمه المثلث شبيني بيكاي بيكاي قائم بيكا بيكا، يعطيك الصحة يا ميس. باه نمشي لزينوبة. زينب العبد،
سلام مسيو. سلام يا بابا، يا مرحبا. ميكرو كان محلول، خيانة سكرته. اي مسالش. لتكن هاش المسقط العمودي لإف على بيكا، احسب إف هاش. نعملوا العلاقات هاش هي المسقط. لحظة بارك، لحظة بارك. هاش هي المسقط العمودي لإف على بيكا. المسقط العمودي لإف على بيكا. نصوروه، صوروه هكا. هذه اسمها هاش. ب هاي احسب نعملوا العلاقات القياسيه. نعملوا العلاقات القياسيه في المثلث اف بي كا. اف بي كا مثلث قائم في اف في المثلث. اف بي كا قائم في اف لدينا و اف هاش. اف هاش الارتفاع من اف. اف هاش ونقولوا عايش الارتفاع صادر من اف. هاي اذن حسب العلاقات القياسية اف هاش في بيكا قياسية في المثلث القائم، فإن اف هاش في بيكا اي يساوي اف كا في اف بي. اف كا في اف بي يعني اف هاش. لحظة لحظة لحظة، اف هاش في بي كا. ملأنا كتبت غلط. اف هاش في بي كا تساوي اف كا في اف بي. اي يعني اف هاش يساوي اف كا في اف بي على بيكا. الاف كا الاف كا طلعناها قبيلي بشوية مش هكا؟ الاف كا الاف كا هي اثنين جذر اثنين. الاف بي هي اربعة. الاف بي اربعة. الاف بي هي اربعة. والبيكا هي اثنين جذر ستة. البيكا اثنين جذر ستة. ما نحبش تعطينا هكا. اربعة جذر اثنين. على جذر ست. على جذر ست. باعتبار اللي جات لنا جذر اثنين. لا بخلاف نختزل ولا ما نختزلوش، ديما يا زينوبة ما نخليوش جذر اللوط. هات خمنا في الجذر ما نخليوش اللوطة ومن بعد تو نختزلو ولا ما نختزلوش. باهي في جذر ستة ونكون فوق في جذر ستة. أربعة جذر اثنين في جذر ست على جذر ستة في جذر ست. ست. هذايا مش تولي لنا ست وهذايا أربعة. جذر 12. جذر 12 اللي هو 2 جذر 3 والأربعة والستة نجم نختزلوها، معناها مش تولي لنا 4 جذر 3 على 3. صافا مريقلة؟ أي مسيو، نكمل نخدم اللي بعدها مسيو الهاش بي. لا 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 كالعادة خلينا نحاول نعطي بأكثر واحد. باهي زينب صاي، مصة صاي، يسر بن أحمد. رانا اسمع يسر بن احمد في حلت لنا باج اخرى. يا يسر مرحبا. الو حليت ميكرون بعد سكرت وانت راك يسر. يسر حبش يمشي للميكرون. قولوا ريان، ريان حاجبي او مشينا ونفان الميكرو نمشيو شوية عايشكم. يا ريان توري صاي أونس تريتي أونس. مرحبا يا أونس.
يونس الميكرو واخضر والصوت مش مسموع. باهي فراس سيء نور نور حوام دي دي سمعتها ولا نور بربي تراها لنا الميكرو كيف كيف لا محمد آدم منصور شنو الميكروات نتاعك مع الاحبياء على السلامه بلي السؤال هذايا برا هي جات معاك وكاوش تحب نعملك يحب يلقى البي هاش عندنا في المثلث اف هاش بي قائم في هاش هاي انت اف بي قوى 2 تساوي اف هاش قوى 2 بلس بي هاش قوى 2 المثلث معناتها المثلث اف بي اي ده تحسب ليش واحده اف بي هاش اسمه أي قائم في هاش فإن حسب نظرية بيتاغور أعتبرك لدينا حسب لدينا نظرية بيتاغور أي إف هاش إف بي قوة اثنين هاش بي قوة اثنين مع هاش إف قوة اثنين تساوي إف بي قوة اثنين اف بي قوة اف بي قوة هاي احنا شكون مش نطلعو معناتها بهاش بهاش قوة اثنين معناتها هاش بي قوة اثنين تساوي اف بي قوة اثنين الا اف هاش قوة اثنين مشات معك تساوي الاف بي نرجع لك 16 لا مليك لا اربعة قوة اثنين اللي هي 16 شاي الا الا 24 كيف هي قد ايه فاش قد ايه فاش 4 جذر 3 على 3 تساوي معناتها 48 على 9 هذه 3 و 3 معناها تعطينا 16 على هذه معناها مش تعطينا 16 3 على 9 اللي هي 3 في 3 3 و 3 يتنحى وتبقى لنا 16 على 3 هي تساوي 48 على 3 إلا 16 على 3 معناها هي تساوي 32 على 3 والهاش بي هو بعد إذا هو عدد موجب إذا معناها هاش بي تساوي 32 على 3 تخلي لي جذر اللوط ما تساوي لحظة جذر تربيع 32 فيش تربيع 3 على 3 فيش تربيع 8 على 3 لا 32 في 3 ما تجيش 64 94 لأن نضرب فيه في 2 أنا 96 على 3 96 كيف استوت اي والله استوت نسيت قريت لي هما شنو لا شنو اللي شنو ولا ما مشيتش في باليش مزي هبطوها مقبليك الامبلوا هي برك مش نورمال مو عندك امبلوا العادي تمشي تقرا بيه قالوا نهار ثلاثة حطوا نهار ثلاثة الفوج الثاني فهمت كيف هم غلطوا باه هذه تعطينا 16 96 مش تقبل غير اسمع 16 في 6 هذه لا 16 في 6 اللي هي 4 جذر 6 على 3 4 جذر 3 4 جذر 6 على 3 باه هذيك هي هي نعرف طلعتها انت هاي نمر للتمرين الثالث شكرا يا ادم يعطيك الصحة لا شكرا انس ما حبش يمشي لك الميكرو ميكرو انس قدامي اخضر وما حبش يمشي له به نبدأ التمرين ثلاثة
ناخذوا فيه شويه وقت وبره ما قعدناش برشا وقت، مادام انا شفت الاسئله اللي بعثتهم لي. امين العابد، مسيو. نعم مسيو، الاكس جذر 2 الا 1.5 شنو؟ الاكس جذر 2 الا 1.5 هاي في الحاله هذيك هاي ما كانش واضحه برشا ان شاء الله. باه مازال تمرين ثلاثة ومازال تمرين أربعة يا رؤى. الحاجبي ما حبش يمشي الميكرو، مازال الميكرو ما حبش يخدم. ونسدريتي فهمت سؤالك رؤى. رؤى الميكرو محلولة، أنا حليت الميكرو كان ما كانش محلول. راح الميكرو رؤى. مسيو بلي، حبيت نسألك في العلاقات القياسية. تحب تسألني على العلاقات القياسية؟ ناس متاع المثلث القائم والمقاس في العين، نجمو نطبقو القاعدة كي تبدأ عندنا مربع ولا نجمو نطبقوها وقت ما نحبو؟ شوف العلاقات القياسية، لا تحكي على مثلث متقايس للضلعين، لا مثلث متقايس للأضلاع. العلاقات القياسية تقول لي ديما في أي مثلث قائم، إذا عندي مثلث قائم ونهبط بالارتفاع، لحظة، ونهبط بالارتفاع الصادر من الزاوية القائمة، الارتفاع اللي هابط من الزاوية القائمة. ملا المثلث قائم ونهبط من الارتفاع الصادر من الزاوية القائمة، هذوما زوج شروط اللي عندي. وقتها نجم نخرج بنتائج اللي الارتفاع ضرب الوتر يساوي ضلعي الزاوية القائمة مضروبين في بعضهم. معناها لو كان جي نقول لك A B و C وهذه هاش، راهي A هاش في B C تساوي A B في A C. نسمع نسمعك بس اي حبيت تفهم شنو. لك على معناها القاعدة الأخرى نتاع هذيك، مثلا الوتر يساوي الضلع في جذر 2. هذه ما هيش العلاقات القياسيه يا باب. انا بديت لك العلاقات القياسيه نكملها فرد مره، انا فسرها للعبات الكل حتى اللي حاجتوا بها. والقاعده الثانيه قلنا راهو كي نعمل ا هاش قوه 2 هي هاش بي في هاش سي، هذه في هذه صافا. هذوما زوز قواعد متاع العلاقات القياسية، وزوز قواعد اني كتبهم الفوق انا بطبيعتي مكتوبين بالاحمر. ان سؤالي هذيك القاعدة اللي قلت لك عليها، لحظة هاني ماشي لك القاعدة الاخرى نفسق في هذا وماشي لك القواعد الاخرين. القواعد تولي اسمح يا بدي خذ راحتك. قلت لك وين تقرا رؤى؟ انا في صفاقس. تشرفوا يا باب. باه زوز قواعد الاخرين شي يقولوا لي هما تطبيقات حالات خاصه لتطبيقات لقاعات لنظريه بيتاغور. اش معناه؟ نحن في بيتاغور قلنا وين ما عندي اي مثلث قائم ا بي سي
هات نبدا بيتاغور، اذا هو قائم في ا ايش نعمل لهنا يا رؤى؟ مش ا بي قوة 2 مع ا سي قوة 2 سي بي سي قوة 2 جينا بي سي قوة 2 مش هكا؟ ب توا يقول لي لو كان انا عندي مربع ونحب نعرف الارتفاع متاعه، طيب مربع والارتفاع متاعه، انا لو كان جي نفسخها البارتي هذه وناخو كان طرف هذه رؤى، ولا ليش مثلث قائم متقايس الضلعين ومتقايس الضلعين، يعطيك الصحة. معناها حاشي بضلع بحاشي بقطر المربع باقي، هاو تو نسميه المربع ا بي سي دي، باش نعمل قطر المربع اللي هو الارتفاع في اللي هو الوتر متاع المثلث، مالاش مش تولي لنا لهنا بي دي قوة 2 اي كم يساوي؟ هو ا بي قوة 2 مع ا دي قوة 2 صحيح ولا؟ والا بي والا دي قلنا راهم قد قد، هات نقول ا هذه ا وهذه ا، اش مش تولي لنا مال؟ هي A قوة 2 مع A قوة 2 مفهوم حديثي؟ معناها 2 A قوة 2 معناها 2 A قوة 2 هذه الـ BD قوة 2 مال الـ BD بما أنها هي عدد موجب، هي عدد موجب جذر 2 A قوة 2 اللي هي جذر 2 في جذر A قوة 2، جذر A قوة 2 هي القيمة المطلقة لـ A، وهي A بما أنه A بعد موجب ملا آ في جذر 2 صافا. هاي انا امشي جست حبيت نسالك اسكو القاعده هذه تجيني معناها مثلث مثلث قائم ومتقايس الضلعين نجم نطبقها ولا كما يكون عندي مربع معناها كي يبدا النجم قولوا له هو قطر، هو قطر المربع نجم نطبقه والنجم معناها كان اللي مش يتبدل السطر بيناتهم، اذا خفت من انها تقلقك زيدوا سطر، سينو نجمو طبقوها راهو يقتل المثلث متقايس الضلعين وقائم، هو وكان نخدم في قطر للمربع معناها نجم نخدم بها طول طول. فهمت عليك نكملك متاع المثلث متقايس الضلع. باه كان عنده مثلث متقايس الضلع مانيش باش نقعد نبين فيها الـ A B C، معناها هذه A وهذه A وهذه كلها A، هذه هي كان نهبط بالارتفاع نعرف المثلث المتقايس الأضلاع، للارتفاع يقطع الضلع الارتفاع صادر من أي قمة يقطع الضلع المقابل في منتصفه، معناها هذه مش جينا A على 2 وهذه A على 2، ما لكن نحب نطلع الارتفاع هذه A هاش تطبيق لنظرية بيتاغور سهلة، مش نعملو هذه قوة 2 مع هذه قوة 2 تساوي A قوة 2 ونطبقها أتو نجي نلقاو اللي الـ A هاش تساوي A في جذر 3 على 2، وهذه التطبيق في المثلث المتقايس الأضلاع. باه مسيو تنجم ترجع للتمرين اللي قبله، نرجع لك باش تعمل كابتور ديكرون، هاتون أو سيدي قبل لا نبدأ لآخر جملة، هذه الصفحة الأولى اللي مش يحب يعمل كابتور ديكرون، هذه الصفحة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة،
صحيح. عندي فضوى الفوق حقني إذا ما ختمتهم الفوق. به ونبدأ التمرين ذا. أحمد العلاقي ربي نحاول نكمل نسمعهم على الأقل مريرة مريرة ونعود نرجع. أحمد ها أعود حليت كانوا يمشي تو سوا. مرحبا عشت. نسمع فيك يا أحمد. باهي مسيو نعوض الاكس بجذر 2 الا 1.5. باه في السؤال الاول قال احسب احسب او اذا علمت ان الاكس تساوي جذر 2 الاو هي تساوي اكس مع 1 على 2 قوه 2 والاكس تساوي جذر 2 الا 1 على الا 1.5 ملا الاو مش تولي تساوي جذر 2 إلا 1.5 مع 1 على 2 كلها قوة 2. كمل نسمع يا أحمد. بسيو تولي عنا جذر 2 إلا 1.5 قوة 2 أي مع 2 في جذر 2 إلا 1.5. يجي جا نعملوا حاجة أخرى يا أحمد لحظة. أكل إلا 1.5 مع 0 مع 1 على 2 يردهم لنا الزوز عدد كسرية يردهم لنا الزوز بالفاصل الزوز عشرية بالفاصل الزوز كسرية كسور. انت وش على ما ترضى يا باب بمسيو نعمل 1.5 مع 0.5 اللي هي 1 على 2 باه مالا هذية نجم نكتبها كيف كجذر 2 إلا 1.5 مع 0.5 قوة 2 اللي هي تساوي جذر 2 إلا 2 قوة 2 جذر 2 إلا 1.5 مع نص مش إلا نص صار دينار ونص وربحت واحد إلا 1 قوة 2 ملا مش تساوي توا مش أسهل بالعملية اللي كنت مش تعملها أي يا باه نكملوا مالا توا يا بابا بنعملوا جذر 2 قوة 2 هاي اللي هي 2 جات معك هاي هاي إلا 2 في جذر 2 في 1 هاي مع 1 بين القوة 2 إلا 2 جذر 2 مع 1 تقال 3 إلا 2 جذر 2 شكرا يا احمد. بشر مرحبا يا بشر. سلام مساء. سلام مرحبا. يقول لي بين انه اذا كان اكس اصغر من 3 على 2 فان او اكبر من 1. اكس أصغر أو تساوي ناقص 3 على 2 نعمله في حالة X يساوي ناقص 3 على 2 عليه بس إذا X أصغر من 3 على 2 أنا نحب نقلت للأول كل هكا ولا أي باه ملا هات الأول هي شنية الأو هي إكس مع 1 على 2 قوة 2 باه هات نبداو إكس مع 1 على 2 ملا زيدنا لهنا 1 على 2 يا باب أيوة ملا إكس مع 1 على 2 إيش نعرف عليه؟ أصغر أو يساوي من ناقص 1 على 2 موجب ما تفتقد نفسه لا جمع جمع ولا طرح ما يقلقنيش مع 1 على 2 مش ضرب لهنا جمع نجمع مع موجب ولا سالب ما يقلقناش
ما لا إكس مع واحد على اثنين أصغر من قداه يا بابا؟ من ناقص واحد. من ناقص واحد. به ما لا إكس مع واحد على اثنين أصغر من ناقص واحد، هل هي عدد موجب أم عدد سالب؟ موجب. عدد أصغر من ناقص واحد سالب. سالب. به نحب نهزوه قوة اثنين. أي نعملو قوة اثنين، هو وناقص واحد ونقلبو علامة. ونقلبو العلامة، يعطيك الصح. معناها بلغة أخرى، هذا الإكس مع واحد هي أو أكبر من واحد. من واحد، هنا وصلنا للنتيجة اللي حسيتنا بها يا بابا. ومنين وين تقرأ يا بوش؟ في نابل. وين في نابل؟ جرومبيلي. مرحبا يا بابا. عايشك. عايشك. باه نتعدى الآمنة. سؤال الموالي مع آمنة. آمنة تفضل. نعم. السلام عليكم. نعم زينب. لحظة آمنة وجيتك نسمع زينب. ها؟ مسحت عاود فسريالي مسيو. أي نعاود. هذه كفاية لقينا اللي الأو أكبر من واحد. أكبر من واحد. خرجنا من الإكس. الإكس هو إيش قال لهنا؟ مش قال لي الإكس يحبها أصغر من ناقص ثلاثة على اثنين؟ أي. باه وخطوة خطوة خرجت من الإكس وخطوة خطوة نحب نوصل للأو. أي. واضح شنو هو؟ باش نوصل للأو الإكس لازمني نزيدها. واحد على اثنين. واحد على اثنين، ومن بعد نهز لكل قوة قوة اثنين. مال الخطوة الأولى قلنا اللي مش نعملوها، نجي للإكس ونزيدها واحد على اثنين لنا ولنا يا باب، مش تولي لنا مال. إكس مع واحد على اثنين أصغر من ناقص ثلاثة على اثنين مع واحد على اثنين. مع واحد على اثنين. مال الإكس مع واحد على اثنين أصغر من ناقص ناقص واحد. هل العدد اللي أصغر من ناقص واحد، هل هو عدد موجب أم هو عدد سالب؟ سالب. سالب. مال العددين اللي هنا سالبين، وكي نهز عددين سالبين قوة اثنين اش قلنا نعملو؟ تتقلب العلامة. تتقلب العلامة. مالا كان نهز هذا قوة اثنين وهذا قوة اثنين، إكس مع واحد على اثنين قوة اثنين وناقص واحد قوة اثنين. أكبر علامة. أو يساوي واحد. أكبر أو يساوي، هذيا إكس مع واحد على اثنين قوة اثنين هي الأو. هذه هي أو، وهذايا هي ناقص واحد قوة اثنين هو واحد. صفا عايش صفا فهمت. ما عنديش مزايا يا باب. عايش مسير. ما حبوش يتنحوا. هاي به هاي نرجع لك يا آمنة ونرجع للسؤال. شو يقول هو؟ يقول لي لتكن العبارة F التالية، لا انشر العبارة E الساعة. مش ننشرها معناتها بدلالة X هنا؟ أكيد. به E تساوي X قوة 2 مع 2 إكس في واحد على اثنين مع واحد على اثنين قوة اثنين. الأو اللي هي تساوي إكس مع واحد على اثنين قوة اثنين اللي هي تساوي، سمحني ما سمعتكش. إكس قوة اثنين هاي مع اثنين إكس في واحد على اثنين مع واحد على اثنين قوة اثنين. يعطيك الصح. صحيح. هاي اللي هي تساوي إكس قوة اثنين، ما عندي ما المسها. إكس قوة اثنين مع مع إكس مع اثنين على اثنين. مع إكس مع 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 واحد على أربعة. واحد على أربعة. صحيح. وهذا النشر متاح. به ثم يقول لي لتكن العبارة F، هات نتعدى مع هبة. هبة الله. لا ما عندي.
شكرا يا آمنة. عايش مش هبه، لا كأنه ما حبش يمشي لها الميكرو ولا ما. دينا مريم ميسم، منا حمزة، منا طلاب حمزة الصفاقسي، هاي منا. كيف كيف عبيدي سمر؟ عسلامة مسيو. مرحبا، عسلامة يا ليل. لتكن العبارة F التالية، F تساوي X مع 0.5 قوة 2 إلى 1. F. F تساوي هاي تساوي تساوي x قوة 2 مع 2 x في 0.5 مع 0.5 قوة 2 إلا 1 تساوي x قوة 2 مع 2 x لا 2.5 2 ضارب 0.5 2 في 0.5 يا سمر 3 ونصف لا 2 3 فاصل 5 لا 0.5 هو 1 على 2 معناه 2 في 0.5 معناه هو 2 في 1 على 2 تساوي 1 مع اكس معناه مع إكس وهذه كانت تحب هي 1 على 2 قوة 2 اللي تعطيني 1 على 4 إلا 1 4 على 4 إلا 4 على 4 تساوي إكس قوة 2 مع إكس إلا 3 على 4 إلا 3 على 4 شكرا أحسنتي وين تقرأ يا سمر؟ في إعدادية ابن أبي ضياف الرقاب سيدي بوزيد نتشرفوا يا باب بيك. ب احسب اف اذا كان اكس تساوي ثم اكس يساوي احسب الاف في الحالتين ذوم فظهر لي ناس كل توقرات بربي نهبط الصوابع كان حد ما قراش يهز لي صبعه باش ما نخلفش حد هكا انا عزيز ومحمد رياض ونور باه هات نبدا بعزيز العبد اللي مال راني ما قريتش عزيز الميكرو اخضر نستناو فيك تنطقك او عزيز الميكرو انا مخليه محلول ونمشي لشكون الاخر اللي قال لي قال لي محمد رياض محمد رياض حلنا الميكرو نور قال لي اللي مقراوش هما اللي من الميكرو متاعهم ما حبوش يتحلوا وي نور حوامي ولا هي اللي نحللها في الميكرو سون كوبي بار لو بارتيسيبون باهي ولا غالب شكون يحب يشارك مصطفى تفضل مصطفى حليت لك ميكرو ولا سكرته لك تفضل عسلامة عسلامة يا بابا لي ترجع لي ترجع لي سؤال رجع لك سؤال ها
تعب فيا وانا صايم طالع هابط به يتنقل به. هيا بابا يا 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 امشي، ما قعدش وقت، مازال عندنا تمرين اخر. اكس جذر 2 الا 1 على 2 ب هي برا تو نخدموها مع بعضنا، عاد مش نقعدوا نستناوك تخدمها. هيا عاد جذر 2 الا 1 على 2 ملا هنا الاف، الاف هي تساوي اكس قوت 2 مع اكس الا 3 على 4، والاكس يحبها هي جذر 2 الا 1 على 2. ملا الاف مش تولي لهنا يا مصطفى، جذر 2 الا 1 على 2 قوت 2 مع جذر 2 الا 1 على 2 قوت 2 مع جذر 2 الا 1 الا 1 على 2 الا 3 على 4 2 اي الا جذر 2. خي شبي صوتك بعيد زاد. هاي به يا 2 الا جذر 2 اي مش عاطينا 2 الا جذر 2 مع 1 على 4 اي مع جذر 2 الا 2 على 4. تحب تردهم الكل على 4؟ 2 على 4 الا 3 على 4. مال ال 2 شبيك ما رديتهاش؟ باه عندنا جذر 2 والا جذر 2 نحيوه، نحيوه ناقص 2 على 4 وناقص 3 على 4 هي ناقص 5 على، ناقص 5 على 4 مع 1 على 4 معناها ناقص 4 على 4 2 الا 4 على 4 اللي هي 2 الا 1 يساوي 1 اللي هي 1. شكرا يا مصطفى. ناس نجم شنو ليه ليه قلت شيء في بال مش لازم فيه خلينا باه ترى شكون نمشي اليسر ياسر بن احمد ما حبش يمشي لهذا الميكرو. راه محمد رياض من قبيلي قال لي ما حبيتش تمشي لي. محمد رياض السلام سي عسلام، هاو مشى لنا تاو الميكرو. باه كيف كيف يقول لي احسب اف في حالة اكس تساوي جذر 5 على 2 والاف هي لقيناها اكس قوة 2 مع اكس الا 3 على 4. مسيو جذر 5 على 2 قوة 2 هي جذر 5 على 2 قوة 2 مع جذر 5 على 2 مع جذر 5 على 2 الا 3 على 4 إلا 3 على 4 يساوي 5 على 4 اللي هي 5 على 4 مع 2 جذر 5 على 4 مع عليه 2 جذر فهمتك، وحط المقامات على 4 أي أما هذه ما هيش باش تتحسب معاهم، خليها جذر 5 مرة 2 جذر 5 على 4 إلا 3 على 4 3 على 4 هاي يساوي 2 على 4 مع 2 جذر 5 على 4 مع 2 جذر 5 على 4 باه هنا نجم نختزل هاي اش تولي لنا 2 1 على 2 هاي وهنا اكلي اكلي مشيت نوحد في المقامات لقيتها لقيناها وكانها ولات زايده خاطر انا حاجتي باه مع جذر 5 على 2 انا من هنا بديت مش بديت نحكي لك على عليه بعد خليت لك هنا ديما خاصه اذا ما هيش مش تجمع معهم خلاها من الاول بعد شوف روحك اندرا حاجتك باش توحد مقامات ولا ما حاجتكش باش توحد مقامات بقى. اوكي واضحه واضحه
مسيو ميسالش تعاود تجرب تحلي الميكرو، حاضر به بربي قبل ان نعاود نجرب نحلك الميكرو اللي خدمها مصطفى، مش نحاول مش نحب نعاود نخدمها انا، اما ما هيش بنفس الطريقه اللي خدم بها مصطفى، مش نخدم الاف. هو مش عطانا الاف بطريقتين، عطاني الاف وهي مكتوبه هك، ومن بعد الاف نحن نشرناها وخرجناها بالطريقه هذه انتما، ومصطفى مشى لها زي انا اللي خدمها مصطفى مش اللي خدمها محمد توا، هي اللي مش نحاول نعود. معناها الاكس مش ناخذ الاف هي اكس مع 0.5 الا 1، هذا يقود 2 الا 1، والاكس هو قال لي تساوي جذر 2 الا 1 على 2. في بلاس مش نخدم كيما خدم مكة مصة، مش نردوها، مش تولي لنا الاف هي تساوي. هنا جذر 2 الا 1 على 2، والنص هو 1 على 2، قوت 2 الا 1 هذو ما تنحاو، تبقى لنا جذر 2 قوت 2 هي 2 الا 1 تساوي 1. ساعات راهو نثبت وقت اللي نجي ونحسبه في هذوما، أناهي منهم خاصة إذا الاف سهلناها من الأول، أناهي منهم العبارة اللي تقول لنا أسهل، ثم نمشي. يقول لي فكك اف إلى جذع عوامل أولية، فكك اف إلى جذع عوامل أولية. شكون هزلنا صبعه؟ لحظة نهبط الصوابع على الكل باش نفهم شكون مش يهزل هذايا. هات نسمع في راس اف تساوي اكس مع 0.5 قوس 2 الى 1 قوس 2. اف تساوي اكس مع 0.5 قوس 2 الى 1 قوس 2 تساوي اكس مع 0.5 مع 1 في إكس مع 0.5 إلا 1 تساوي إكس مع 1.5 في إكس ناقص 0.5 في إكس إلا 0.5. يعطيك الصحة يا فراس، وين تقرأ يا باب؟ نقرأ في مستير. تشرف، وين في المستير؟ المدرسة الإعدادية بخنيس، التحدي بالمنستير. انت تعرفوا يا اخو بيكو بالمستير وبخنيس، عاشك. به نور، نور اللي قلت لي حلا بربي حاول حط لي الميكرو. اي نور صايم مسا بكري، هو تحل مسا وانت سكرت عليه مسا. حاضر يا ليلى، اوكي يا بابا، تمام على الازعاج. ايه بالازعاج، هيا نكمل معك انت السؤال اللي بعده. مال ثم استنتج اكس حيث 4 اكس قوس 2 مع 4 اكس ناقص 3 تساوي 0. نحب نلقى الاكس قد ايش؟ نحب نلقى نلقى إكس تساوي مش 4 إكس قوس 2 مع 4 إكس مع 4 ناقص 1 تساوي 0. هات مش نكتب اللي قلته وانت، بلي أنا مانيش مقتنع بيه. وين تقرأ ساعة قلت لي يا نور؟ نقرأ في ولاية بن عروس. قلت لي مش نعمل 4 إكس قوس 2 ايه؟ مع 4 إكس مع 4 ولا؟ ها؟ مع 4 ناقص مع 1 ناقص 4 ناقص 4 مع 1 باه تساوي 0. اي اي مستر انا غلطت، عملتها مع 4 ناقص 1 برا، كان عملتها مع 4 ناقص 1. ما عندها وين مش توصلك المشكله، ما عندها وين ما مش توصلنا يا باب. مسكي باش نعملها. اي
ماكش مش تلقى حاجة قوت اثنين إلا واحد. نصير هكا باش نفككها اكس اثنين اكس مع واحد. كان جات مع أربعة. لا مش حتى هكا نجم نفككها اثنين اكس مع واحد كنقول اثنين. لا لحظة. خاطر نصير اثنين اكس قو اثنين مع هذه مع أربعة، لحظة، هذه مع أربعة، أما إلا سبعة تولي لك. مش حتى كما كانت. إلا أربعة ما نجمش فككها وهي إلا أربعة يا باب. لا مش خاطر هي الكل في الكل اثنين إكس لكلها قو اثنين تولي. إي. اثنين إكس لكلها قو اثنين مع اثنين في اثنين إكس في واحد مع واحد ناقص أربعة. مش تقرب الواحد وتحب تعملها جذاء معتبر معناها تحب تعمل انت مع واحد الا اربعة مش تاخذ هذه كجذاء معتبر مش تولي لنا مع واحد مع واحد كلها قوت اثنين الا هاي صفر اثنين اكس مع واحد ناقص اثنين اثنين اكس ناقص واحد اثنين اكس مع واحد مع اثنين تساوي صفر اثنين اكس ناقص واحد اثنين اكس مع ثلاثة تساوي صفر معناها اثنين اكس مع واحد تساوي صفر او اثنين اكس مع ثلاثة تساوي صفر اثنين اكس اكس تساوي واحد على اثنين او اكس يساوي ناقص ثلاثة على اثنين أحسنتي. مسيو. أي. عندي إجابة أخرى. لا لا لا. حتى أنا عندي إجابة أخرى. أنا تفاجأت بالإجابة هذه الحقيقة ما كنتش حطيتها جملة. صحيت يا نور. فما طريقة أخرى. أي هي فما طريقة أخرى اللي هي باهي لحظة 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 ما تاكلوناش كلونا بالهف الجماعة. هي الطريقة اللي يلوج فيها التمرين وقر يخدم فيها على خطرها هو التمرين كامل مخدوم على خطر باه. شكون اللي محمد آدم منصور تفضل يا آدم شكون آخر اللي قال لي مسيو أنا مريم معتوق والأخرى أنا الأخرى شكون زينب العابد زينب العابد أنا آدم ومريم وزين باه اللي هي هات نسمع الطريقة الأخرى هات نبدأ بآدم قلت له وانت نمشي له واي مش هذك 4x هو 2 مع 4x إلا 3 هي مش نمو 4f هاي صحيح باه نحن عنا الاف الاف تساوي x قوة 2 x قوة 2 لا حتى نرجع لستيلو يا ملا وعالبالي نكتب فيها قبيلي باش نفسخها كتبتها بالأزرق كتبت لنا كتيبة برجولية يعطيها الصحة الاف تساوي اكس قوة 2 مع اكس الا 3 على 4 لقيناها هي بيدها الاف تساوي ها هو لهنا كيف كتبتهن اكس مع 1 على 5 إكس إلا صفر فاصل خمسة. خمسة. باه. مالا توا قلتوا لي كي مش نعمل إكس قوة أربعة إكس قوة اثنين. ناي. مع أربعة إكس إلا ثلاثة. هي تساوي أربعة. بي. إكس قوة اثنين مع إكس إلا ثلاثة على أربعة. اللي هي تساوي أربعة إف. مالا. أربعة F تساوي صفر يعني أن F يساوي صفر صفر F يساوي صفر مما يعني أن X إلا صفر فاصل خمسة يساوي صفر أو X مع واحد فاصل خمسة تساوي صفر مع واحد فاصل خمسة تساوي صفر حتى نكتبها الساعة كيف ما هي الجذاء متاعهم يساوي صفر معناها X إلا صفر فاصل خمسة تساوي صفر أو
إكس مع 1.5 هي صفر، معناها الإكس تساوي 0.5 أو الإكس تساوي ناقص 1.5. 0.5 هي بطبيعتها 1/2، يعني نفس النتيجة متاع نور، أو الإكس تساوي ناقص 3/2 باش نكتبوها نفس النتيجة باش تراوهم اللي هما بيتهم لنا ولا لنا. أنا متأكد اللي حتى زينب وحتى شكون الأخرى وقتها اللي كلمتني عندهم نفس الإجابة. مسيو نعم. أنا عندي سؤال. هاي نسمع سؤالك مريوم. ثاني مسيو كيف قالك استنتاج، مش لازمنا نعملوها يعني مربوطة بالتفكيك نتاع الإف؟ أي أكيد. معناها الطريقة اللي مش نخدموها بها هي الطريقة هذي اللي هو طلب، قال بين لتكن اف، بين ان اف ثم استنتج، فكك اف ثم استنتج. معناها بما انه حاجته بها استنتاج دونك حاجتنا بالطريقة الثانية راهي ماهيش بالطريقة الاولى. اما الطريقة الاولى تلمو ما كنتش منتظر باش نلقاها الحقيقة، باش نراها، مش ما كنتش منتظر، مخي ما مشالهاش أصلا، عليك بدأت تخدم فيها مش قلها غلط خليتها تكمل، أخي كملت لي صحيح. باه مسيو مسيو تنجم تطلع لنا الفوق تنجم نعمل كابتور؟ هاي نطلع لكم الفوق نعملوا كابتيرا، ما لحظة بربي نكمل السؤال، نكملوا السؤال الأخراني. بين أن F موجب قطعا إذا كان X أكبر من 1/2، مش ياخد X أكبر من 1/2 ويحب يبين لل F هو عدد موجب قطعا، ال F أكبر من 1/2 ويحب يبين لل F عدد موجب قطعا. بربي كالعادة نهبط الصوابع بعد باش الراش كل يمشي يهز لي صبعو. مريم معتوق، هاي مريم، مريم هاي مرحبا. إذا كان إكس أكبر من 1/2 إذا إكس أكبر من نص، وبالتالي إكس ناقص 0.5 تنتمي لإف موجب. الإف هي يعطيك الصح، إكس مع، قلت لي وين تقرأ مريم؟ كوليج بيلات سوسة. نتشرفوا يا مريم. قالت لهنا إذا الإكس أكبر من 1/2 معناها الإكس إلا 0.5 إيش رأيكم فيها؟ هي عدد موجب الخطر 0.5 هو 1/2، هاي وإكس إكس بقي أكبر من 1/2، إذا إكس أكبر من 1/2 إكس مع 1.5 هو عدد موجب. الإف مال الإف هو جزء عددين شبيهم موجبين، وبالتالي إف عدد موجب قطعا في 1.5. الإف هي جذع عددين موجبين قطعا، إذا الإف هي عدد موجب قطعا، ويعطيك الصحة صحيح. به نرجع للي يحب يعمل الكابتور دي كروم، بربي يقولوا لي قبل لي لنا واحدة وصلنا، ظهر لي الصفحة 5 قبل لي. هاي دونك صفحة 6 فارغة خليناها، هذه الصفحة 7. هذه الصفحة 8. ثم هذه الصفحة 9. هذه الصفحة 10 تمرين اللي ظهر لي صحيح ما عادش باش نجمو نخدموه توا،
يبقى نهار الاثنين الجاي، نهار الجمعة عندنا حصة نتاع مع جماعة البيلوت اللي السلسلة إن شاء الله تهبط لكم بعد غدوة، تلقاو وقت باش تخدموها بل نهار الجمعة. عوينتي عويني نور، تفضل نور. نخدم التمرين هذا مش لا وسبعة توا ظهر لي، كان نخلته قبل المغرب. تحب نكملوه نكملوه؟ نعم نكملوه في سامانة. حاول قال لي بين نعتبر العددين A مع تساوي 2 مع جذر 3 و B 1 مع جذر 5، بين أن A قوة 2 تساوي 7 مع 4 جذر 3. هاي الـ A قوة 2 تساوي 2 قوة 2 2 مع جذر 3 كلها قوة 2 اللي هي تساوي 2 قوة 2 هاي مع 2 في 2 في جذر 3 مع جذر 3 قوة 2 اللي هي 4 مع 4 جذر 3 مع 3 واللي هي تساوي 7 مع 7 مع 4 جذر 3 7 مع 4 جذر 3. يعطيك الصح. باه نمر الباقي قوة 2. برا ترى نمشي بالواحد بالواحد. عزيز الناس كل حللهم لي ميكرو راني. عزيز ب قوة 2 هي واحد مع آدم العكرمي، واحد مع جذر 5 قوة 2. شنو هو؟ عسلامة مسو. عسلامة. ب مسو ب قوة 2 تساوي نحسبه واحد أي مع 5 مع 2 جذر 5 مع 5 مع تساوي 6 مع 2 جذر 5 6 مع 2 جذر 5. قارن 2 جذر 5 و 4 جذر 3 بشرة بربي. ها لحظة نسكر الناس كل ونعود نحل الناس كل. وي بشرة بشرة حليت وسكرت راك وحدك، ناس كل ميكرو محلولين. عزيز اي عزيز اي نحب نسير قبيلة نسير قبيلة حليت لي ومش سمع فيك هذاك علاش ما جاوبتك. خير 4 جذر 3 و 2 جذر 5 تلقاو بالمربع نعملوا 2 جذر 5 قوة 2 تساوي دي نقارن هذوم كانوا قارنينهم قوة 2 هذيا مش تعطينا 16 في 3 48 وهذيا 4 في 5 10 20 باه 20. إذا 4 جذر 3 قوة 2 أكبر من 2 جذر 5 قوة 2. 4 جذر 3 قوة 2 أكبر من 2 جذر 5 قوة 2 أي نعلم أن 4 نعلم 4 جذر 3 و 2 جذر 5 عددين موجبين والعددين 4 جذر 3 و 2 جذر 5 موجبان. إذا 4 جذر 3 أكبر من 2 جذر 5. 4 جذر 3 أكبر من 2 جذر 5. يعطيك الصحة يا عزيز. وين تقرأ يا عزيز؟ فرقيت الدبوزيت. نتشرفوا يا بابا. باه ثم قارن A قوة 2 و B قوة 2. A قوة 2 و B قوة 2. تراه بوش يتحلكش الميكرو تو. بوش. لا شيء امن يوسف امن مشى وي بشرة هذه بشرة ايوه تحل اهو تحل ياي بار قارن A قوة 2 و B قوة 2 اي لنا 2 جذر 5 أصغر من 4 جذر 3 و 6 أصغر من 7 إذا 6 مع 2 جذر 5 أصغر من
أي ثلاثة. 2 جذر 5 إذن أصغر من 4 جذر 3، 6 أصغر من 7، إذا 6 مع 2 جذر 5 أصغر من أصغر 7 من مع 7 4، مع 4 جذر 3. 6 مع 7 مع 4 جذر 3 هي الأ قوت 2 اللي طلعناها من السؤال السابق، أي هي 6 مع 2 جذر 5 هي الب قوت ب 2، قوت 2 ب منطقة قوت 2 أكبر من ب قوت معناها 2. ب قوت 2 أصغر من أ قوت 2. شكرا، إجابة صحيحة. ثم نتعدى لآمنة، تراها يا آمنة؟ نستنتج مقارنة لأ و ب، ثم واحد على أ واحد على ب، نحب نستنتج مقارنة لأ و ب. آمنة ما مشالهاش، ضالي بعثت لي حاجة في الميساج. لا سيدي راك ما حليتليش. باه منا، تراه منا نسمعك توا، وخلنا نسمع سؤالك اللي بعثته لي. منا نعم. مرحبا يا باب، اهلا بيك. مرحبا، شنو سؤالك الساعة الأول؟ قلت لك اسكو كملنا البروجرام في الكلاس ولا تعلمت؟ الكلاس ما مازال لنا، كان المعادلة. اوكي. على كان كملنا ماكش جاية غدوة معناها؟ في ليه نجي في الحالات الكل، جيست على الريفيزيون معناها وقت نبداوها. هلا مش نبداو ريفيزيون ان شاء الله، وميم طوم مش نعمل لكم زادة ضربات اون ليني معكم. باه، عيط نخدموا هذايا بابا. نحب نستنتج مقارنة لأ و ب. اوكي. هو مش كي نعملوا عدد قوت اثنين تتبدل العلامه؟ باه، اذا هما سالبين، نحن اش قلنا؟ اذا ا اصغر من ب، ا اصغر من ب هات ناخذ، ولا اكبر برا ناخذ كيف هي. اذا ب اصغر من ا والعددان موجبان، فإن ب قوت 2 أصغر من أ قوت 2. كيف إذا ب قوت 2 أصغر من أ قوت 2 والعددان موجبان، فإن ب أصغر من أ. مفهوم هذا؟ أي. وتوا إذا ب أصغر من أ والعددان سالب، سالب راهي ب قوت 2، العلامة تتقلب تولي أكبر من أ قوت 2. كيف إذا ب قوت 2 أصغر من أ قوت 2 والعددان سالبان، إذا راهي الب أكبر من أ، العلامة تتقلب. ملا أهم حاجة نعرفوها، لازمنا نعرفوها، العددان يندرى موجبين ولا سالبين. شكونهم العددان ديما اللي نحكيو عليهم؟ راهم أ و ب. العددان مش بالقوة 2، مش قولي والله يا هبل في القوة 2 هما موجبين، في القوة 2 راهم ديما موجبي. لهنا ب قوت 2 جات اصغر من ا قوت 2. هات نذكروا في الا والبي، الا هي وين الا؟ هات نطلع منها صيبني. الا هي 2 مع جذر 3، والبي واحد مع جذر 5. ايش رايك في الآ، موجبة ولا سالبة؟ ولا لازم نعمل مقارنة ولا حاجة؟ هي عدد موجب زائد عدد موجب، هي عدد موجب لا مقارنة لا حتى شيء. والبي
والبي موجب زد. موجب. مالا بي قوت اثنين أصغر من أ قوت اثنين، حاب نقارن البي والأ. بما أن بي قوت اثنين أصغر من أ قوت اثنين والعددين موجبين، إذن والعددان أ و بي موجبان، إذن إيه بي أصغر من أ. بي أصغر من أ. من أ. بي. وبما أن بي وأ موجبان زاد لهما نفس العلامة، نحب نعمل واحد على بي وواحد على أ. تتقلب مسيو العلامة بما أنهم تتقلب موجبين. تتقلب العلامة بما أنهم موجبين. بما أنهم لهما نفس العلامة. وهنا في القاعدة تقول لي أ وبي لهما نفس العلامة. إذا أ أصغر من بي، واحد على أ أكبر من واحد على بي. المهم بي. العددين عندهم نفس العلامة، يزوز نعم. موجبين يزوز سلبي. يعطيك الصح. به نمر مع مريم. مريم عكري. نعتبر العدد سي هو يساوي، هات نكتبه لهنا سي. سي تساوي أربعة جذر سبعة مع أربعة جذر ثلاث إلا اثنين جذر ستة مع اثنين جذر خمس، كلها إلا ست. بين أن سي تساوي أربعة جذر ثلاثة إلا اثنين جذر خمس. نحب مش نبينه، هذه سي قال بين أن سي تساوي أربعة جذر ثلاث إلا اثنين جذر خمس. هاي ماري. ماري ما حل الميكرو، موجودة معنا ولا لا؟ مريم عكري، لحظة بعثت لي. الميكرو مسكر، كيف مسكر؟ وتوا يا مريم. يقول لي نورمالمون الناس كل ميكروات محلولة. ترى شوفك عسلامة مسيو. شبيك بالمقلوب انت عسلامة؟ والله ما نعرف وقت اللي حليت لهم سكر لي، سكرت الناس كلهم بعد حليت للعباد الكل. معناها البروجرام يحلتوا لي ميكرو جالي كنت يسكر. واي باهي هاي نمشي. هذه باش نشروها ما نعرفش امورك. هي هذه السي مش طلع حاليك. نذكرك بحاجه. ذكرني. باه الاب واثنين كي خدمناها لقيناها هي سبعه مع اربعه جذر ثلاث. اي انا ذكرتها ما الاب واثنين. مسيو معناتها الآن نجم نحطوها اثنين مع جذر ثلاثة قوة اثنين، والبي واحد مع جذر خمسة قوة اثنين، والنحي والجذر كيك. صحيت. به مالا هنا هذيا السي مش تولي تساوي أربعة في جذر أ قوة اثنين مش هكا؟ هذيك الأ أي مع إلا اثنين في جذر بي قوة اثنين إلا ست، اللي هي تساوي أربعة جذر اثنين مع جذر ثلاثة قوة اثنين، اللي هي تعطينا القيمة المطلقة. وبما أنه العدد موجب أربعة اثنين مع جذر ثلاثة، أربعة في اثنين مع جذر ثلاثة إلا اثنين في جذر هذايا البي واحد مع جذر خمس، ونفس الحكاية والبي موجبة دونك إلا اثنين في واحد مع جذر خمسة
ولينا الأخرى 8 مع إلا الست. 8 مع 4 جذر 5. هاي. إلا 2 مع 2 جذر 5 إلا 6. جذر 5 إلا 6. 4 جذر 5. ب. إلا 2 وإلا 6 إلا 8 و 8 مشي. قعدت لنا هي 4 جذر 3 إلا 2 جذر. جذر 5 هو المطلوب. ب ثم يقول لي إذا علمت أن جذر 3 محصور بين 1 و 2 وإذا علمت أن جذر 5 جاي بين 2 و 3 محصور بين 2 و 3 نحبنا نوجد حصر للسي يا لينا. مشي عندي سؤال. اي عندك سؤال نسمعه. مشي مش تنحى الحصر من البرنامج. تنحى ما هذه وكأنها مقارنة منا ومنا. الحصر والمجالات واللي هي في بارشة قواعد تنحت. هنا جيست وكأنها مقارنة من شيرتين مش نعملها وكهو. واضح شنو؟ هيا لينا. سي تساوي 4 جذر 3 إلا 2 جذر 5. هي 4 جذر 3 إلا 2 جذر 5. ب إذا جذر 3 محصور بين 1 و 2 4 جذر 3. 4 جذر 3 محصورة ما بين 4 و 8. 4 في 2 8 و 4 في 1 4. 2 جذر 5 محصورة ما بين 4 و 12. 2 جذر 5 عليه و 6 و 6 ما لا ناقص 2 جذر 5 محصورة ما بين ناقص 4 وناقص 6. لا مش العلامة مش تتقلب هي أي ما لا الكبيرة هي ناقص 4 والصغيرة هي ناقص 6. أي فهمت شنو؟ أول علامة هذه نجي في بلاصة أصغر ردها أك. مالا تو كان نجمع هذه وهذه. 4 جذر 3 مع ناقص 2 جذر 5. مش تولي محصورة بين شنو؟ محصورة بين 4 مع ناقص ناقص 2. هاتوا نكتبوها ما يسالش. و8 مع ناقص 8 مع ناقص 4. اللي هي ناقص 2 ناقص 2 هذه سي وهذه 4 4 باه. شكرا يا لين. اذا علمت ان سي بين ان ا الا 5 تساوي يحب يبين لي ا الا 5 تساوي جذر 3 في 1 الا جذر 3 هذا اللي نحبوا نبينوا العلم اللي الأ هي تساوي 2 مع جذر 3. مادام مشيت لمريم ولينا شكون مازال لازم ما يسر أنا سم عسلام ما تجيش ما كانش العملية تول هاي الآه هي قدايا ما يسم 2 مع جذر 3 عامل لنا آه إلا 5 اشتولين هي 2 مع جذر 3 مع جذر 3 إلا 5 إلا 5 اشتولي تساوي ناقص 3 مع جذر 3 أنا جذر 3 إلا 3 نحب نفكك هذا الحد الأول وهذا الحد الثاني هل يوجد عنصر مشترك؟ هل يوجد جذر عنصر ثلاثة مشترك؟ جذر ثلاثة تولي لنا جذر ثلاثة الأولى في واحد إلا جذر ثلاثة هذه نجم نكتبها جذر ثلاثة في جذر ثلاثة اللي هي مش تولي لنا مالها يا بابا جذر ثلاثة في جذر ثلاثة في واحد إلا جذر ثلاثة
إلا جذر ثلاث. ما لا أنا أنا صحيح طلعناها. ما شكون مش نختموا آخر سؤال. زينب، زينب العبد. يا مرحبا. قال لي استنتج أن اثنين مع جذر ثلاثة أصغر من خمسة. يعني استنتج. آه أصغر من خمسة. عنا اللي آ إلا جذر آ إلا خمسة يساوي جذر ثلاثة في واحد إلا جذر ثلاثة، ونعرف اللي واحد إلا جذر ثلاثة أصغر من صفر، يعني جذر ثلاثة في أصغر من صفر هو أصغر من صفر. آ إلا خمسة أصغر من صفر. بما أن واحد إلا جذر ثلاثة عدد سالب، أي إذا إلا جذر ثلاثة أصغر من أصغر من صفر، يعني آ إلا جذر آ إلا خمسة أصغر من صفر، يعني آ أصغر من خمسة، يعني اثنين مع جذر ثلاثة أصغر من خمسة. هذا استنتاج كان قال لي بينا نجموش نبينوها في سطر، كان قال بيانها. اد اد معك استنتج، تعاود السؤال. قلت كان قال بين، ما قالش استنتج. نجموش نخدموها في في ستار. اي مسيو نجمو. اي مسيو نقدموها اثنين مع ثلاثة. كفاك كفاك كفاه. الخمسة نقدوها اثنين مع ثلاثة. هاي. نقولوا اللي جذر ثلاثة أصغر من ثلاثة. جذر ثلاثة أصغر من ثلاثة. أصغر من ثلاثة. ملكة زيد اثنين يعني لل. أصغر من خمسة. بالضبط. تكون زينب اللي تكلمت خد فطور. اللهم صل على النبي. صحيت يا زينب. به. بهكا نكونوا كملناها. شكون عنده أسئلة؟ شكون عنده سؤال؟ شعر طريقة أخرى بشنبين والاثنين مع جذر ثلاثة أصغر من خمسة. تفضل. مش اثنين اثنين مع جذر ثلاثة أكبر من صفر؟ وخمسة أكبر من صفر، إذا اثنين مع جذر ثلاثة مع خمسة أكبر من صفر، وبالتالي اثنين مع جذر ثلاثة أكبر من ناقص خمسة، اثنين مع جذر ثلاثة أصغر من خمسة. لا لحظة لحظة، قلت لي اثنين مع جذر ثلاثة مع خمسة هي عدد موجب، أي معناها اثنين مع جذر ثلاثة أكبر من ناقص خمسة، هذا الحد توا صحيح، أي كمل يا باب. اي من نجموش نقارنو جوز. اي معناها كم مش تحب تضرب في الا، مش تولي لك الا اثنين مع جذر ثلاثة اصغر من خمسة، مش اثنين مع جذر ثلاثة. باه. الحل الوحيد باش جيبها هذيك الحكاية اللي تحكي فيها ان هذية ما تكونش مع تولي الا. لو كان نوصل نطلع اثنين مع جذر ثلاثة إلا خمسة، نعرفش موجب ولا سالب، نعرف له علامته ومش يجي سالب، وقتها كي نجيب الخمسة منه ونقول اثنين مع جذر ثلاثة أصغر من خمسة. واضحة؟ شكون هي نور كانت معايا؟ أيوة بس أنا الحقيقة عملت محاولة من إحنا مازلنا ما لقيناش. سون بروبليم، أنتي حاول وأغلط وراك لهنا باش تغلط، راك تجي حدانا لنا باش تغلط. عايش. باه شكون عنده سؤال اخر؟ مريم تفضل. ونور تفضل. مشى. نعم. كملناهم تمارين اليوم. هاي. باه. غش مازال هو مش يذن عندك بيه اذن. اي سلام مشى. شيء طيب. عايزك نور عويني تفضل.
ما حبش يمشي. سون كوبي با لو بارتيسيبا. راح حاول نور عاود حل الميكرو. تطلعت شي قامت وخليت يدها مهزوزه هكا هو، فهمتش نهبط لك ايدك، كان اللي بالحق عندك سؤال عاود طلع. اللي خليت يدها وغلطه هكا هو. لا هزت يد، ما حبش يمشي الميكرو. هاو نعاود لك، ترى هك حل الميكرو. مسيو اليد تتهز بالغلط. اليد تتهز بالغلط، معناها ما فماش سؤال. لا لا ما عنديش. اوكي لا آه. ما لا شيء طيب الجميع، عايش. خلينا نشوف السؤال اللي جاني. شيء طيب، عايش. شيء طيبه.